فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام خلق الله الخلق وفاوت بينهم وجعل التسابق والتنافس في الصالحات والطيبات هو علامة على رفيع المنزلة عند رب الأرض والسماوات ولذلك قال الله في صريح كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لجميع الصحابة أنه لا يستوي من سبق ممن تأخر أو من أسرع إلى ربه جل في علاه ممن تأخر وتعلمون أن الكتاب صرح بذلك الذين أنفقوا آمنوا وأنفقوا من قبل الفتح ليسوا كالذين آمنوا وأنفقوا من بعد الفتح وكلاهما على خير وكل الصحابة أفضل بالأمة أو بكل من جاء يعني من بعدهم من الأمة ولكن أيضا تتفاوت الدرجات بينهم وعلامة التفريق في هذا الباب كما قلنا المسارعة في الصالحات بعد الصالحات موسم الخيرات الذي كان قريبا منا وهو رمضان تأتي المواسم بعده أيضا لا تتوقف الصالحات بل تتوالى وتتتابع وكما قلت لا يجعل الله جل في علاه عبدا أسرع إليه كمن تباطأ إليه كما وقف أبو سفيان عندنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله كل خير عنا يا شيخ الله يرضى عنكم يا رب الله وأحسن الله إليك كما أحسنت إلينا لقد تعلمنا منك الكثير والله الله يحفظكم وكل سوء هذا من فضلكم وعين أدبكم ربنا يكرمك يا رب أنا عندي لحضرتك سؤالين تفضلي سؤالان السؤال الأول أول سؤال رجل لا يود ولا يصل رحم أهل زوجته فإن زوجته عملته بنفس يعني بيعمل معاها عملته بالنس فهل عليها إثم؟ حاضر السؤال الثاني قبل الزواج كان في اتفاق ما بين المرأة والرجل يعني فجي بعد الجواز هل هي بتطلبه بالاتفاق دوت إن هو ينفذه فهو مش عاوز ينفذ الاتفاق دوت لحظة يعني اشترطت عليه شروطا اشترطت عليه لا كان اتفاق إن هي كان عندها ابن ليها من زوج سابق قالت له يعني ان هو عايزاه يجي يزورها في بيت الزوجيه بعد الزواج هو قال لها ما فيش مشكله وما عنديش اي اعتراض جه بعد الزواج غير رايه وبيتحجج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت امانا لاحد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ويقول لها انت مطالبه ان انت تسمعي كلامي وان انت تطيعيني مش انا اللي اسمع كلامك وانا اللي اطيعك حاضر. فهو اضر بها ضرر شديد ولما بيحصل الخلاف اكبر من كده وهي بتاخد جنب منه بيقول لها ايه بقى على فكره انت ملائكتك بتلعنك لان كنت غضبانه عليكي بالامس لا حول ولا قوه الا بالله فأرجو بالله عليك الرد يعني وإزاي المرأة دي بالله عليك تتعامل مع هذا الرجل لأنه هو أضرها ضرر شديد إنه هو لو كان صريح معاه من البداية والله يعني ما كانت أتمت هذا يعني الزواج دوت حاضر حاضر تأتيك الإجابة إن شاء الله أحسن الله جزاك الله خير أحسن الله كما قلت بأن الله جعل فاوت بين درجات العباد بالمسارعة في الصالحات والنبي صلى الله عليه وسلم بين في السنة أن الله جل وعلا لا يسوي بين من أسرع إليه ومن تباطأ عنه
تعلمون بأن أبو سفيان بأن أبا سفيان وسهيل بن عمرو وقف على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأخر دخول أبي سفيان دخول أبي سفيان ودخول سهيل، وهما من أماجد مكة. أبو سفيان مكة كلها أبو سفيان، سهيل بن عمرو حكيم مكة النبي وخطيب مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل الله عليكم أمركم عندما دخل عليه سهيل بن عمرو. وقف على الباب ثم نادى مناد لأمير المؤمنين: بلال يستأذن. قال: أدخلوه. وأسرع في إدخاله، فتعجب أبو سفيان وقال لسهيل بن عمرو، قال له: هذا الأسود يدخل ونحن نقف على باب عمر بن الخطاب. فهنا الشاهد الذي أريده، الفقيه سهيل بن عمرو ماذا قال؟ قال له: يا أبا سفيان، أسرع إلى الله فأسرع الله به، سبقنا إلى الله فسابق الله به، نحن تباطأنا وتأخرنا والحديث ما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. عمر بن الخطاب أراد إمعان النظر في هذا الباب وأن يبين لهم الفضل للسبق فأدخلهما. ثم قال لبلال: تعالى مكانك هنا، على مكان يشير إلى مكان أمين المؤمنين، تجلس هنا. ثم قال: بلال سيدنا واعتقه سيدنا، بلال سيدنا واعتقه سيدنا. وتعلمون أنه كانت ملاحة بين أو كانت مشدة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع، وكلهم أخيار أماجد أماثل، لكن كما قلت إن الله في الكتاب نصص على أنه في التنصيص أنه قال: لا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل، وأيضا لا يستوي من أنفق من بعد وقاتل، لا يستوي، لا يستوون. فاشتد خالد بن الوليد على عبد الرحمن بن عوف، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مغضبا: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم، هذا الكلام على متأخر الإسلام، الكلام في حقل الصحابة جميعا، الكلام على الصحابة ليس على من جاء من بعدهم، تحسبون أن الكلام لنا، لا لا، الكلام عند الصحابة. شوف، انظر الذي أنفق قبل الفتح وقاتل، انظر كيف هو عند الله، والفرق بينه وبين من أنفق بعد الفتح وقاتل. خالد هذا سيف الله المسلول. نكمل القصة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك. بعد إذنك يا شيخ، في سؤال. تحت أمرك. دلوقتي أما بتوضى، أما في الاستنجاء، بعد الاستنجاء ممكن ينزل مية أو أثناء السجود بس، يعني بسيط، يعني أثناء السجود أو بعد الوضوء. إفرازات ولا 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 ماء؟ ماء. طيب انت ذهبتي الى طبيبه ذهبتي الى طبيبه؟ لا، الموضوع ده من زمان، يعني المساله فيها شيء من المرض. طيب، فدلوقتي ساعه الوضوء انا بتعب جامد، يعني خصوصا في الاستنجاء، يعني فلازم لازم ساعه الوضوء استنجى ولا اتوضى على طول؟ حاضر. يعني بتوضى كل صلاه؟ حاضر. ولازم اغير، بحط انا حاجات؟ حاضر. يعني حاضر حاضر، لازم اغيرها كل صلاه ولا تنفع معايا؟ ابشري، ستاتيكي الاجابه. في سؤال ثاني؟ شكرا. طيب، أحسن الله عليك، رفع الله عنك وشفاك الله وعافاك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، خالد اشتد على عبد الرحمن بن عوف فقال له: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي، مع أن الجميع صحابة، الجميع أصحاب النبي. يعني تعريف العلماء في الصاحب، الصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، فهو صاحب من الصحابة، لكن هذا متقدم الإسلام وهذا متأخر الإسلام. فقال: أصحابي أصحابي، لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم، الكلام لمتأخر الصحابة، متأخر الإسلام من الصحابة، يعني الكلام على جميع الصحابة ليس على من جاء بعدهم. فقال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان ربي العظيم. يعني الذي أنفق بعد الفتح وقاتل، لو أنفق مثل أحد، جبل أحد، ذهبا لم يبلغ مد أحدهم. المد هو ربع صاع، صاع أربعة أمداد، مد أحدهم الكفة هكذا كشعير أو تمر أو زبيب، وهذا ينفق أحد ذهبا لا يبلغه. يا لله، أرأيت كيف فاوت الله جل في علا بين من أسرع إليه ومن تباطأ؟ فعلى المرء بلسان حاله دائما أن يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، في طاعة وعجلت إليك ربي لترضى، الثبات فيها وعجلت إليك ربي لترضى، في المعصية أن يسرع التوبة والفوقة والفيئة والأوبة إلى ربي جل في علاه، ولسان حالي يقول: وعجلت إليك ربي لترضى.
ففاوت الله بين درجات العباد، وكلها كما قلنا في مواسم الخيرات عندما يتابع المرء الصالحات بالصالحات. صادق العبودية أظهر ذلك لرب البرية سبحانه وتعالى، رفعه منازل علا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى رمضان لم تنتهي الطاعة، لم ينتهي القيام، لم ينتهي الصيام، لم تنتهي الصدقة، لم ينتهي قراءة القرآن، لا تنتهي الطاعة، لا تنتهي. أنت ما دمت حيا تتنفس واجب عليك أن تتسابق في العبادات والصالحات والطيبات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال النبي الأمين: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر العام بأسره. قال: من صام رمضان، يعني كل رمضان، فأتبعه، إذن الصيام لم ينقطع، يصوم ست من شوال، والست من شوال يصومها متتبعات متفرقات، وأيضا عليه بالقيام كما قال جبريل عليه السلام لنبي الأنام صلى الله عليه وسلم، قال له: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ولقول نعم، ما عندي اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام، الله يبارك. الله يرضى عنكم. شبوا الله، تحت أمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحت أمرك. الأمر لا، عايز أكلم الشيخ محمد. معاكي أنا، رهن إشارتك الآن. أنت الشيخ محمد؟ ورهن إشارتك وخدامك كمان. شكرا، ألف سلامة عليك، وإحنا عايزين نكلمك من زمان، وأنا مبسوطة أول اللي أنا بكلمك. والله ده أنا اللي مبسوط وسعيد جدا لفضلك عليا بكلامك. يبارك فيك، انا بدعي لك من قلبي وطول رمضان بدعيك. الحمد لله، الحمد لله ان الصالحين والصالحات، ربنا يرضى عنك يا رب. مهندس محمود ابني، واحنا من بلقاه. والله اتشرف وامتلئ شرفا. والله العظيم ربنا يبارك فيك، عايزك تشوف له وظيفه عاده، شغلانه تكون حلوه. ربنا ييسر الامر ان شاء الله. لو في سؤال انا تحت امرك، ولو كده باذن الله الرقم يكون عند الاخوه في الكنترول، لعل الله ييسر الامر نشفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. طيب، كما قلت التسابق في الخيرات والصالحات هذا من دأب الصالحين، قياما وصياما. القيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وقد قال الله في كتابه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا الصدقة لا تتوقف، فأنت في هذه الأشهر الكريمة تسارع في الخيرات في هذا الباب. صيام الست من شوال كما قلنا متتبعات أو متفرقات، تنتوي بالثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، تنتوي صيام الاثنين والخميس معها ست من شوال، كل ذلك جائز. لكن يبقى أن ألفت الانتباه إلى أن من أراد أن يحظى بهذه الفضيلة فكأنما صام الدهر، أن يكمل ما عليه. لو كان مسافرا فأفطر لسفره فيكمل قضاء ثم يصوم الست من شوال، ولو كانت حائضا فأفطرت للحيض فإنها تكمل القضاء. هذا الأصح والأسد عند العلماء، وإن كان الجماهير يرون بأن المسألة على اليسر إذا أخر القضاء، لأن القضاء قضاء موسع ليس قضاء مضيقا. عائشة كانت تقضي في شعبان، لكن لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يبارك في حضرتك. استاذنك يا شيخ، بس انا كنت صايم النهارده، يعني بكمل ست لايام البيض. نعم. فالزوجة عندي التبس عليها الامر، صحيتني قبل اذان المغرب بحوالي دقيقتين او ثلاثه، فتهيألي ان هي سمعت المغرب يعني، فجت صحيتني فقالت لي افطر، فيعني فطرت. فقمت كده ما كملتش دقيقه او دقيقتين كده فلقيت المغرب زد. يعني دقيقه والمغرب اذن، ولو نظرت في الشباك تجد ما في اي شيء من اشعه الشمس. هو بس التباس عندي، ما اعرفش يعني الفريضه زي نافله او ايه، بس فحضرتك بس عايز اجابه كده. رب ابشر، ربنا يديك عنا خير كده. جزاكم الله خير يا شيخ، احسن الله. جزاكم الله خير، احسن الله. فاذا لا ينقطع الخير، تواصل الحسنات والصالحات والثبات عليها، والثبات عليها علامه قبول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان احب الاعمال العمل الى الله ادوم وان قل. وقد يعني أنكر الله جل في علاه على من يعني كان قد دخل بقوة ثم بعد ذلك تراجع وتقهقر وتقاعس وترك ما كان عليه من الخير، كالتي نغضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. فهذا إنكار، سياق إنكار من الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل
ثم تركه، كان يقوم لليل ثم ترك. ولك في رسول الله أسوة حسنة، ما كان يترك عبادة قط إلا ويقضيها، يعني ما فاتته عبادة شغله عنها شاغل إلا وقضاها. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ليلا وعرس إلى آخر الليل، وقال في جنبات الطريق أراد أن ينام، فقال لبلال: من يحرس لنا الليل حتى نستيقظ الفجر، لأن إرهاق السفر عظيم. فقال له بلال: أنا يا رسول الله. فقدر الله، نام بلال ونام الصحابة، ما أيقظهم إلا حر الشمس. وقام عمر يعني يقول: الشمس أشرقت حتى استيقظ النبي. هم يعني كان الصحابة الكرام كانوا يخشون إيقاظ النبي، قد يوحى إليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني اشتد نكيره وعلى صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الأمر يسير. قال: إن في هذا الوادي شيطان، ارحلوا. وقال لبلال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: أخذ بروحي من أخذ بأرواحكم يا رسول الله. فسكت النبي حتى انتقل النبي من المكان الذي كان فيه، فتوضأ وأمر بلال فأذن، ثم صلى النبي ركعتي الفجر، صلى رغيبة الفجر، ثم صلى الفجر. وأيضا لما شغله توزيع الصدقة عن سنة الفجر بعد سنة الظهر البعدية، قضاها وصلاها بعد العصر الذي وقت الذي فيه الكراهة. لا سيما وأن الحديث المحكم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يقول: حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس. أم سلمة لما رأت النبي يصلي بعد العصر وهذا وقت نهي، قالت: يا رسول الله، تنهانا عن الصلاة وتصلي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أنها سنة الظهر البعدية التي شغله عنها توزيع الصدقة. رأيتم التمسك بالطاعات، عدم التفريط فيها. نعم، عندنا اتصال. السلام عليكم. أيوة شيخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك يا رب. لو سمحت مثلا أخت عليها أيام من رمضان، ممكن تصوم أيام من رمضان وتغسل يوم، يعني كده ستة من شوال. كيف؟ عليها أيام من رمضان، أيوة. سبعة أيام مثلا، صوم سبعة أيام وتغسل يوم وتصوم ستة من شوال، ولا ممكن تصوم بعضهم كلهم اللي عليها ومن ستة من شوال؟ حاضر إن شاء الله. ماشي. وسؤال تاني ماشي لو سمحت. اتفضلي. انا بصلي في رمضان، كنت بصلي التراويح في رمضان بس في البيت، ماشي حضرتك؟ نعم. وبعد التراويح بصلي، بخلي بقى صفا وتر بالليل قبل الفجر، بصلي مثلا قيام الليل اربع ركعات واصلي صفا وتر بعدها. نعم. ده يجوز؟ نعم. حاضر. شكرا، ربنا يديك الصحه ويخليك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فصدق العبوديه فيها الاستمراريه في القربة من رب البريه، وأن تأتسي بسيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل. كما قلت، سافر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتكف، فقضى في العام الذي بعده اعتكاف 20 يوما. لما قوض خباءه وورد أزواجه يعني أردنا الاعتكاف وخشي أن يكون الباعث والوازع لذلك الغيرة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اعتكف، ثم قضى في شوال بعد ذلك. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك أن عائشة كانت تصف أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: كان عمله ديمة، كان يحب الاستدامة بأبي هو وأمي. فلذلك أنا أقول بعد رمضان لابد أن تكون الهمة كما في رمضان، حتى ولو قللنا من العبادات، حتى لو قللنا من المجهود الذي كان يعمل في رمضان. نعم، لكن نثبت على الخير، وهذه علامة القبول عند رب البرية سبحانه وجل في علاه. عندنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك. لو سمحت يا شيخ، يشترط في الصلاة ارتداء الزي الشرعي، يعني أنا أبتدي الخمار، الخمار والنقاب، هل في الصلاة بقى ألبس الخمار ولا عادي عباية البيت وعلى طرحة الزل بطرحة؟ نعم، لكن طبعا الثياب فضفاضة واسعة، صحيح؟ الزل أيوة. طيب، وهو يغطي مش من لا يبدأ من الرأس، ماشي، ويغطي ظهور القدمين، صح؟ ايوه. لا، وحتى لو بالعبايه بلبس شراب. طيب، هو حضرتك في يعني انا ارتدي الخمار اصلا، يعني في اخت قالت لي لازم تلبسي الحجاب الشرعي، انا ارتدي الخمار، لو حضرتك تعرف يعني ايه. فهمت. انا برتدي الخمار اصلا في الخروج. فهمت. والحمد لله انت اصلا ظهور القدمين
لا تظهر لا صح؟ لا 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 تظهر اطلاقا، اما ازاز طويل او عبايه بتلبس عليها شراب يعني. ابشري تاتيك الاجابه ان شاء الله. هو الخمار يعني هل ينفع طرحه صغيره؟ حاضر. او ازاز بطرحه ولا يشترط الخمار الشرعي؟ حاضر حاضر حاضر. شكرا. احسن الله عليك. بس الله ربنا يتقبل يا رب، اللهم امين. طب نجيب عن الاسئله. رجل لا يصلي، لا يصل رحم الزوجه، والزوجه عاملته بما يعاملها فلم تصل اهل زوجها، هذا ما يصح ما يصح. ومقابله السيئه بالسيئه امر غير مرغب به في ديننا، وهو امر منكر. وان كان قال الله تعالى: ما على الظالمين ما على المحسنين من سبيل، والذين ينتصرون من الظلم الذي يقع عليهم ليس عليهم سبيل. لكن دفع السيئة بالسيئة قد يؤدي إلى سيئات، وقد يكون ذريعة إلى مفاسد لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. أولا، الرجل الذي لا يصل رحم زوجه ما أحسن إليها وما أحسن العشرة، وما طبق قول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فهو يؤمر بالمعروف أن يصل رحم زوجه، يعني هذا وصلا لزوجته وحسن عشرة لها. فإن كان ولا يصل، السيئة الأكبر أنه يمنعها هي أيضا أن تصل، وهذا ليس له طاقة في ذلك، يعني أن يكون قد أوغل في المعصية. لكن هي لا تعصيه لا تعصيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظري أين هو منك وجنتك ونارك. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. زوجها مقدم على أبيها، على أمها، على ابنها، على عمها، على كل أحد. هي فعلت ذلك، قابلت السيئة بالسيئة وقطعت ود زوجها، هذا خطأ مبين. أنت لن تبري زوجك إلا بأمه، إلا بأهله، وأنت مأمورة شرعا ببره. وقال النبي: لو كنت أميرا أحدا أن أزوج لأحد لأمرت المرأة أن تزوج لزوجها. وأيضا حسن تبعل المرأة يرفعها عند ربها جل في علاه. المرأة إذا أحسنت وأدت يعني طاعة الزوج وأدت فرضها دخلت الجنة، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح. قال: انظري أنا ومنك وجنتك ونارك. فأنت لن تصلي إلى البر به إلا البر بهم، فهو إن قطع أنت صلي، وإن لم يبر أنت بر بأهله، أنت بر بأهله برا بزوجك، فلا يصح لك أن تفعلي ذلك. نعم. الثاني هو: اشترطت الزوجة، الأخت الفاضلة تسأل السؤال الثاني، اشترطت على زوجها شروطا، منها أن ابنها يعني يزورها وهو يخالف، هو مخطئ. المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم، وقال اتفاق، والاتفاق ينزل مزيد الشرط، والمؤمنون والمسلمون عند شروطهم. ولا بد من الإفاء بالشرط، وهذه علامة الإخلاص، علامة النفاق عدم الوفاء بالعهود والعقود والشروط. وأيضا ليس هذا برا بها، أن تمنع ابنها منها أو تمنعها من أن ترى ابنها، هذا ظلم بين، فلتتقي لها ربك ولا تفعل ذلك، ولا يجوز لك هذا. فإذا فعل ويقول لها بعد ذلك يعني أنها لم تسمع لزوجها، ويحتج بقول النبي: لو كنت أمنا أحدا أن يزوج لأحد وأنها لا تسمع له، هناك اتفاق يا سيدي، وأنت أيضا مأمور شرعا أن تكون محسنا لزوجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، ابنها فردة الكبد، هي ما تستطيع أن تبعد عن ابنها، فليس لك أن تبعدها عنه، تأسم بذلك، ولأن هذا الاتفاق ينزل مزيد الشرط، والمسلمون عند شروطهم. السؤال الثالث لها هي بتقول: إذا حدث مشدة بينه وبينها وتجنبت النقاش معه، حصل حدة أرادت أن تتجنب حتى لا يتفاقم الأمر، يقول لها: أنت ملعونة، أنا أمس بت غضبان عليك. والحق أن اللعنة الذي جاء إذا دعاها لفراشي فأبت عليه، لأن المفسدة تكون عظيمة معه في هذا الباب. قال: باتت والذي في السماء يلعنها. لكن في كل حال أنت تحتد أو تغضب عليها الملائكة تلعنها، ما في دليل على الإطلاق في هذا الباب. الحق أنك يمكن أن تحتد وتكون أنت المخطئ، ويمكن أن تغضب عليها وتكون أنت الذي أغضبتها، فكيف تلعنها الملائكة؟ المسألة دائرة أو هي محصورة في أنها
إذا دعاها زوجها إلى الفراش فأبت باتت والذي في السماء يلعنها. والحق أن أقول يبقى شيء حتى لا أخفيه، يبقى أن رضا الله من رضا الزوج أيضا، لو رضي عنها زوجها يكون هذا مناط لرضا الله عليها، لأن النبي قال انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك، لكن لا يكون هو الذي أغضبها وأساء إليها واحتد الأمر بينهما ويقول الملائكة تلعنك، هذا ليس بسديد. فعليه أن يتقي الله وأن يطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. المرأة ضعيفة وأنت تمتلكها فأحسن إليها يحسن الله إليك، كما أن الله يمتلكك فأنت لو أحسنت إليها أحسن الله إليك. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كيفما كنت لعباد الله كان الله لك، أحسن يحسن إليك. وأذكر الأخ الكريم وعاشرهن بالمعروف. الأخت الفاضلة هي بتقول بأنها تتوضأ وتستنجي وينزل شيء، طبعا هذا الذي فهمته الآن هذا مرض يعني كسلس البول، كسلس البول. فالأخت الفاضلة من صاحبة الأعذار، عند الصلاة ماذا تفعل؟ هي تتوضأ وضوءها للصلاة، لكن تتوضأ بعد دخول الوقت، لا تتوضأ قبل دخول الوقت، لأن طهارتها طهارة حكمية في قول الجماهير، لأن أصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توضأ لكل صلاة، وكانت تغتسل لكل صلاة، وقال تلجمي استثفري. فالأصل في ذلك أنها تغسل المحل، تغسل المحل وتتحفظ، هي تضع شيئا تتحفظ بعدما تغسل المحل وتتوضأ للصلاة، ولا يهمنها ما نزل بعد ذلك، تصلي صلاة الفريضة وتتبع الفريضة النافلة الخاصة بالفريضة أو النافلة المطلقة، لكن عندما تأتي الفريضة الأخرى لابد عليها أن تعيد الكرة بأن تغسل المحل تتحفظ تتوضأ. طب هي قالت أنا لو تحفظت في كل صلاة هذه مشقة عظيمة، فنقول إذا ما عليك إلا أن تغسل المحل، وليس عليك أن تغيري الثوب وتتوضئين لكل صلاة، لكن الوضوء يكون بعد دخول الصلاة، وإن كان تغيير الثوب كما قلت فيه مشقة لا تفعلي، لكن توضئي لكل صلاة. كنت صائمة أكملت الست. الأخ الكريم كنت صائما وأكملت الست، وبعدين هو نام فزوجته يعني أخطأت كأنها سمعت الأذان في التلفاز أو في أي مكان، فقالت استيقظ وأعطته الإفطار فأفطر. المسألة هنا فيها نظران، النظر الأول على ما وصف هو دقيقة واحدة أو دقيقة أو بعد دقيقتين سمع الأذان، أقول أذان المغرب قد يكون بعد غروب الشمس بدقيقة بدقيقتين، يعني أنت تكون هكذا أفطرت في الموضع التوقيت الصحيح. النبي كان على الجبل ومعه الصحابة فغربت الشمس أمامه، ينظر في السماء وجد السماء الشمس قد غربت، فقال له قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو ارتقى أحدنا على فوات الجبل لرآها لرأى الشمس، قال قم فاقدح لنا، قم فاجدح لنا، آسف عفوا، قم فاجدح لنا. ثم قال له إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالمسألة منوطة بغروب الشمس، ولو قلنا بأن هذا كان قبل الأذان وقبل غروب الشمس كان هذا الأمر خطأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم الخلاف الفقهي ورد، بعض العلماء يرى بأن الذي يخطئ لا يأثم لكن عليه القضاء، لأنه لم ينطبق عليه الوصف بقول النبي الأمين يدع طعامه وشرابه وشهوته، ما ودع طعامه بل أكل في وقت يمنع من الأكل فيه ويحرم عليه الأكل فيه، لكن نحن نقول عندنا تأصيل عام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والجهل أخو النسيان، هذا الخطأ من الجهل في هذا الباب. فالصحيح أن نقول بأنه صومك تم وأتممت الست ولله الحمد والمنة وجزاك الله كل خير. لما جاءت سحابة وغربت الشمس أفطر عمر أفطر من معه، طبعا اختلفوا ان في رواية جاءت انه قال الامر يسير نصوم يوم من مكانه، والصحيح الذي ورد عن عمر انه قال ما 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 ارتكبنا اثما ما جانفنا اثما والخطب يسير، فاتم الصوم ولم يقضي مكانه يوما، وهذا الراجح الصحيح لتأصيل الشرع ولمقاصد الشريعة، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه،
صومك صحيح بفضل الله جل في علاه. الأخت الفاضلة تقول أختي عليها أيام من رمضان فهي تصوم القضاء، وهل يمكن تصوم في رمضان تصوم قضاء رمضان ستة أيام مثلا، ستة في الأيام الستة ستة أيام ثم تستريح تفطر يوما ثم تصوم الست من شوال؟ لها ذلك، بل لها أن تسرد، لها أن تسرد تصوم سردا، والمتسابق في الخيرات من أفضل الطاعات. لكن لابد أن نوزن مسألة بعد هذا الاتصال نبينها إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحت امرك. كل سنه بس اصلك ليه؟ بس علي علي صوت حضرتك بعد اذنك. انا يا عم الشيخ سامعني كده؟ اي نعم سامع حضرتك. انا قبل ما اتجوز من 10 سنين يعني كنت بصلي على طول، يعني كنت بسيب صلاه ولا فرض، بس ما كنتش شامع يعني برضه هو كنت بصلي كاني ايه ان هو يعني عشان حرام وخلاص، بس الشامع وحرام او ازاي يعني. طيب بس لما اتجوزت بقى كنت بقى ما بصليش خالص. انا فضلت فتره ما اصليش قد كده 8 سنين 10 سنين اصلي. يعني انت اصبحت مثله لا تصلي، انت اصبحت مثله لا تصلي كما انه لا يصلي. لا انا فضلت فتره 8 سنين 10 سنين اعتبر ما اصليش، وساعات كنت اصلي واقطع، بس دلوقتي بقاله ابويا ما يديني 4 شهور فبقيت بصلي، بس بصلي من قلبي بجد، وفي حاجات ما كنتش بتصلي. ايه بتصلي؟ ايه يعني بصلي من قلبي بجد يعني دلوقتي. نعم نعم. وحاجات ما كنتش بعملها، ما كنتش بعمل حرام، قلت مش هعملها تاني، نيتي فعلا مش هعملها تاني. بس دلوقتي كله طالع بقى ان هو ايه التريقه اللي عليا، ان انت بقيتي شيخه، بقيتي شيخه. طب وانت ربنا هيقبل منك الثلاث شهور اللي انت بتصليهم دول وانت بقالك 8 سنين ما بتصليش؟ فانا بعيط من الموضوع ده، ممكن ربنا ما يقبلش مني يعني هيغفر لي في الثلاث شهور دول ومش هيغفر لي السنين اللي فاتت دي؟ نعم. بس انا اي نعم انا اه. طيب سؤالك سؤالك يعني روح بغف هو ده يعني. حاضر 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 تاتيكي الاجابه ان شاء الله. ما انصحنا عشان انا تعبانه والله انا. حاضر 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 ابشري خير. طيب قلنا بان الاخت الفاضله صامت القضاء وتريد أن تستريح فتفطر يوما وتصوم الصوم، يجوز؟ قلت سرد الصوم يجوز، سرد الصوم أن تصوم الستة ستة أيام القضاء وستة أيام من شوال بعدها، لكن لابد من أمر ألفت الانتباه إلى أن انتهاء ستة الفريضة، ولأنها لابد أن تبيت النية في صوم الواجب الفريضة القضاء، وأما الصوم تنتوي أنه من ست من شوال، أنه صيام نافلة، أنه صيام نافلة، ولا يجب عليها تبيت النية، ممكن النية تكون من الصباح، هذا الفارق عندما تسرد، ولكن الأفضل والأولى حتى لا يشتبه النفل بالصوم بالفرض، تقضي وبعد ذلك تستريح يوما يومين ثلاثة، وبعد ذلك تبدأ في رحلة الصيام الست من شوال، الله يتقبل، هذا والله صدق عبودية، وهذه علامة قبول، الحرص الشديد على قضاء عليها طاعة، هذا والله علامة قبول، هذا من علامات القبول. موفقة مسددة. وقالت أصلي التراويح وأصلي الشفع والوتر، هل يجوز؟ يعني هي تصلي 4 ركعات تراويح ولله الحمد تستمر عليها، حتى في رمضان كانت تصلي في البيت، تصلي 4 بعدين تصلي آخر الليل شفع ووتر. أنا أقول قيام الليل لو صلى بركعة واحدة ينتهي القيام يكون قياما، وهذا فعله من؟ فعله خير الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر وعمر، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يعني قام الليل كله بركعة واحدة أوتر فيها وقرأ القرآن وختمه، بركة بركة في الوقت وختمه، هذا وأمثاله، أنزل الله فيه قول الله جل في علاه: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، لا يستوون أبدا، لا يستوون. فأنت بفضل الله صليت في ذلك، والنبي أوتر بثلاث، أوتر خمسا، وأوتر 7 وأوتر أيضا 9. نعم. والنبي في صلاة القيام ما زاد على 11 ركعة، وإن كان الزيادة جائزة لكن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. الأخت الفاضلة تصلي بإزدال بالدرع السابغ، ولذلك أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الأسباب الثلاثة تصلي فيها المرأة قال إن كان الدرع سابغا ويغطي ظهور القدمين
تصلي. والحديث جاء موقوفا ومرفوعا، كان موقوف أصح. فهو الدرع السابغ لا يظهر منها شيء وتصلي، لكن لا يفترض، هي قالت لا لابد أن تلبسي الخمار، لا ليس كذلك وليس واجبا، المهم أنها تلبس ثوبا فضفاضا، وأنه لا يحد الأعضاء، وأنه سابغ يغطي ظهور القدمين ويغطي الشعر، ولا يكون هناك كما قلت إظهار الأعضاء أو حد الأعضاء. انتهى الموضوع بإشارب، بطرحة، بالخمار، بالإزدال، بثوب واسع فضفاض، بعباءة راس، لها أن تصلي ما دام لم يظهر منها شيء كما قلنا، فهذا تصح الصلاة به، وليست ليس الأمر على اللزوم والوجوب أن تصلي بالخمار أو تصلي بالثوب الذي تخرج به، لا ليس لازما. وإن كان هذا على الوقار وعلى حسن الهيئة بين يدي الجبار نعم، لكن يجوز أن تصلي في الإزدال وفي غيره ما دام الدرع سابغا ولا يحد الأعضاء. نعم. الأخت الفاضلة بتقول أنها يعني قبل أن تتزوج كانت تصلي، قبل أن كانت تصلي، كانت صلاة هي تصلي والناس يصلون. المشكلة الكبيرة هنا وعكة لابد لها من وقفة، وهي الصلاة عمود الدين، كيف نستهين بها؟ هذه علامة المسلم، أهل الإيمان وأهل الإسلام يتوقف أمرهم على الصلاة. أقم الصلاة لذكري، انظر كيف الكتاب مليء بالآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. اتركها لا تفسرها، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما قال أحمد اتركها ولا تفسرها، لا تفسر قد كفر، ارعبوا بهذا. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الصلاة عمود الدين، شوف العمود هذا هو الفسطاط الذي تقوم عليه الخيمة، إذا سقط العمود سقطت الخيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، إن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. الأخت فضلة كانت تصلي، تقول كنت أصلي قبل الزواج، كانت تصلي قبل الزواج ولا تترك، بعد الزواج تزوجت من لا يصلي فجلست قرابة العشر سنوات لا تصلي لا إله إلا الله. هنا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لأن المرأة تحت الرجل وهي دايما تابعة له، لا يمكن أن تراها تتقدم عليه. شوف ملكة سبأ كانت من العقل بمكان ومن الحكمة بمكان ومن الرأي بمكان، وانظر كيف عقدت الشورى حين قالت أشير علي، وقالت إني ألقي علي كتاب كريم إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ومع ذلك لما قالت أسلمت مع سليمان. المرأة تكون تابعة للرجل مهما كانت صلبة قوية، تابعة للرجل في كل الأحوال، فإن كان عنده استقامة في دينه يستقيم دينها، وإن اعوج اعوجت إلا ما رحم الله جل في علاه. فانظر هنا هي تزوجت رجل لا يتزوج لا يصلي، تزوجت رجل لا يصلي، عشر سنوات لم تصلي، قطعت الصلاة كأنها لم تتأثر قبل ذلك أنها تصلي، وهذه شفير هلكة، هذه شفير هلكة. فقالت أنا لا أصلي، ثم بعد ذلك مات أبوها، فالحمد لله أحيا الله قلبها وخشيت على نفسها، وكيف تترك الصلاة وعلامة الإسلام الصلاة. ده النبي كان سيحرق على أناس بيوتهم لأنهم تخلفوا عن الجماعة الجمعة والجماعات، فكيف من ترك الصلوات؟ هذه من صفات المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، فبل المنافق أفضل أنه يأتي الصلاة لكنه يأتي كسالى. فقالت بعد موت الأب أحيا الله قلبها، وصلت فلم تترك الصلاة، فيستهزئ بها زوجها، وهذه مصيبة أيضا، كيف يستهزئ بها وهي تتقرب إلى الله جل في علاه، يعني هو لا يصلي ولا يأمرها بالصلاة ويستهزئ بها، لا خير في هذا الزوج، لا خير فيه. ويؤنبها ويقول هل الله يغفر لك العشر سنوات لم تصلي بثلاث أشهر؟ نعم، بصلاة واحدة، بصلاة واحدة. جاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الذي تقول لحسن، ثم ذكروا أنفسهم أنهم قتلوا
وشربوا الخمر وسرقوا وزنوا وفعلوا كل الأفعال الكبيرة، فما لهم يعني يشترطون أن يغفر لهم. فأنزل الله جل وعلا: إلا من تاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فانظر هنا الأخ هذا لابد أن يدعى إلى الصلاة، وأيضا لابد أن ينصح، والصلحاء من قومه ومن أهله يعني ينصحونه في ذلك. وأما هي أنا أقول لها تصبر وتنصحه وتبقى معه، لعل الله جل وعلا يعني يهيئ له أمرا رشدا فيصلي ويعاونها على البر والتقوى. فإن لم يكن أتأسف وأقول يعني نجاتك في الفراق، نجاتك في الخلاص منه إن كان رجلا لا يصلي وأيضا لا يحسن العشرة. فبعد الصبر عليه إن لم يعتدل حاله، قد قال الله جل وعلا: يغني الله كلا من سعته. وقد قال: الطلاق مرتان، والمسألة على مقاصد الشريعة والمصلحة للطرفين. هذا بالنسبة للسؤال الأخير الذي جاءنا في المرأة التي تصلي. أرجع للمقدمة كما قلت، وأن على المرء أن يكون ممن يتسابق في الخيرات حقا، وأيضا يتمسك ويعض بالنواجذ على الطاعة التي يكون فيها. ولا أقول له تعطي كلية نفسك لذلك، أو تعطي كل وقتك للطاعة للصلاة والقيام وقراءة القرآن، لا 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 لا، وإن كان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لكن أنا أقول إن الحديث وإن كان في ضعف يستأنس به: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد حبلا بين ساريتين، فقال: لمن؟ فقالوا: لزينب. فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، قطعها، قال: ليصلي أحدكم نشاطا. لكن كما قلت لابد للإنسان أن يتمسك بما هو عليه من خير، والخير عادة وإلف، ويعد عليه بالنواجذ، فمن بورك له في طاعة فليعد عليها بالنواجذ. لكن كما قلت لا يتوغل، لابد أن يأخذ الأمر برفق، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. فلابد للإنسان أن يكون يعني مسارعا في الخيرات، مسابقا فيها، ثابتا عليها، لكن كما قلت لا غلو ولا جفو، رويدا رويدا، لكن على طريق الجادة، مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعمل بقول النبي: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا ختام هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.